صباح الخير على حضراتكم واهلا بيكم في الفقره الطبيه، الفقره اللي متعودين دايما نقدمها لحضراتكم في اخر فقرات صباحك عندنا. ومعادنا النهارده مع الفقره التجميليه اللي بتقدمها لنا اميره مصطفى. والحقيقه اميره النهارده هتكلمنا عن العادات والتصرفات الخاطئه اللي بنعملها وبتاثر في جمال بشرتنا وشعرنا، وبيبان ان احنا مش مهتمين بجمالنا، وبالتالي لو غيرناها واتبعنا العادات الصحيحه هيفرق معانا وهيفرق في شكلنا وجمالنا وجمال بشرتنا وشعرنا. خلونا مباشره نبدا فقرتنا مع حضراتكم النهارده، ونرحب بضيفتي وضيفه حضراتكم اميره مصطفى خبيره التجميل ببيوتي سنتر جرين. صباح الخير يا اميره، منورانا النهارده. صباح النور. اميره هسالك السؤال اللي كنت بساله لك قبل الهوا واتضح ان هو معايا في السكريبت النهارده. البنات اصحاب البشره الدهنيه اللي بيحط ميك اب والميك اب ما بيثبتش، وكمان بشرتهم بتبان انها فيها لمعه زياده قوي، ايه العادات الخاطئه اللي بيعملوها البنات ده فالميك اب ما بيبقاش مظبوط، وايه المفروض يعملوا؟ تمام. هو عامة احنا عندنا كذا نوع من انواع البشرة، واصعبهم اللي هو الشق اليمين قوي والشق الشمال قوي، اللي هي البشرة الجافة والبشرة الدهنية. اغلبنا بتبقى بشرته دهنيه، ده بسبب ان احنا بنسيب مستحضرات التجميل على وشنا كتير. تمام. فحتى ايفن لو بشرتي كانت مختلطه بتبتدي تبقى دهنيه مع الوقت. تمام. وفي ناس ظروف شغلهم بتجبرهم ان طول الوقت يبقى فيه ميك اب، مع الوقت البشره بتبقى دهنيه اكتر. تمام. فاللي بنقدر نعمله لما نيجي نحط الميك اب عشان نتفادى نقطه ان انا بشرتي دهنيه. تمام. اول حاجه بيبقى فيه نوع غسول او حاجه بنستخدمها، سواء صوب او غسول ايا كان اللي بتستخدميه، بس حاجه بتكون للبشره الدهنيه. تمام. عشان دي على قد ما بنقدر واحنا الصبح بنغسل وشنا بنسحب كل الدهون الموجوده في الوش، بحيث ان احنا لما بنبتدي نحط ميك اب بعديها بنحط الميك اب بتبقى البشره نوعا ما نظيفه ما لهاش دهون، ما بنحطش الميك اب فوق الدهون اللي موجوده في البشره. تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه ما نستخدمش لما نيجي نستخدم مويسترايزنج، مش هقول للناس اللي هي بشرتها دهنيه ان هي ما تستخدمش، تستخدم بس تكون حاجه البشره بتمتصها بسهوله. أوكي. ما تكونش بتسيب اثار وما تكونش دهنيه قوي. تمام. دي تاني حاجه. تالت حاجة اختيار انواع الميك اب اللي بنستخدمها. طبعا ما ينفعش ان حد بشرته جافة او عادية يستخدم نفس الميك اب اللي بنستخدمه للبشرة الدهنية. البشرة الدهنية ليها فاونديشن معين، لما بنيجي نحط باودر ما بنحطش حاجة تكون لايت قوي، لازم دايما نطفي، حتى لو حاطين فاونديشن لازم فوقيه طبقة بتاعة الباودر، اللوس باودر اللي هو الخفيف، هي ما بتديش طبقة زيادة او ما بنحسش ان الوش عليه حاجات كتير. أوكي. بس في نفس الوقت بتطفي اي لمعة بتبقى موجودة في الوش. نبعد شوية عن الهايلايتر اللي بيتحط في الفيس. لو انت بشرتك دهنيه هنبعد عن الهايلايتر شويه، وغير كده بقى هتلاقي ان الميك اب بيبقى كويس معاكي طول اليوم. تمام، حلو جدا. طب اميره كمان في ناس بيبقى عندهم عيوب في بشرتهم زي مثلا الهالات السوداء، حب الشباب او اثار حب الشباب، ومهما بيحطوا ميك اب برضو بيبان العيوب دي، يحلوها ازاي بقى بالميك اب؟ تمام. اول حاجه هو زي ما احنا شايفين كده ديت كانت انواع البشره، ديت البشره الجافه زي ما احنا شايفين ما بيبقاش فيها دهون خالص في اي منطقه، وبعد كده بنيجي جنبيها البشره العاديه اللي هي بتبقى المختلطه اللي فيها حاجه اسمها تي زون. تي زون واخدين اسمها من حرف التي، لان بتبقى واخده الجبهه والانف معاها، ديت بتبقى دهنيه وبقيه البشره بتبقى يا اما جافه يا اما عاديه. وفي البشره الدهنيه خالص بقى، هي طبعا الجزء اللي لونه بلو او ازرق دوت هو بيقول لنا على اماكن توزيع الدهون او المناطق الدهنيه. طبعا بناخد بالنا كويس قوي واحنا بنغسل وشنا بالغسول ان احنا نهتم اكتر بالمناطق الدهنيه، وبرده واحنا بنوزع الكريم المرطب على وشنا نبعد خالص عن المناطق الدهنيه ونهتم بالمناطق الجافه او العاديه. تمام. عيوب البشره بقى زي الهالات السوداء وحب الشباب واثار حب الشباب، يعني نداريها ازاي او نتجنبها ازاي بالميك اب؟ هي ليها حاجه اسمها علاج وليها حاجه اسمها تفادي ان هي تظهر في الميك اب. طبعا العلاج بيبقى بطريقه طبيه شويه، بياخد فتره طويله. الهالات السوداء اللي اقدر اقوله ان احنا نشرب ميه كتير، ما نسهرش، الناس اللي بتدخن تقلل من السجاير. أوكي. شويه الارق، التفكير الكتير بيعمل هالات سوداء. ان احنا نحط ميك اب والكحل يبتدي يسيح والمسكرة او ندعك في عينينا بعد ما نروح ونسيبه، مع الوقت بيطبع على الجلد. يعني في ناس تقول لك لا انا نضفت كويس، لا، هي المسام بتمتص اللي بيتحط عليها، فطبيعي ان بتلاقي المكان دوت او مكان الهالات السوداء بيبتدي يغمق اكتر. تمام. لما بنيجي نعمل ميك اب عشان نداري الهالات السوداء، ما ينفعش نفس الفاونديشن اللي احطه على بشرتي كامله اجي عند منطقه اغمق شويه واروح حاطه، فهتلاقي ان هتبان برده، وهتبان لونها ازرق، هتبان لونها بني على حسب درجتها عامله ازاي. تمام. فلازم نحط كونسيلر، الكونسيلر ده حاجه شبه الفاونديشن شويه بس ليها درجه ثانيه، بنشوف الدرجه المناسبه لبشرتنا، ما نجيبش حاجه افتح قوي. تمام. يعني اخرها درجه واحده بس افتح، يا اما نجيب نفس درجه البشره. أوكي. وما نروحش الافتح قوي ولا نروح الاغمق، لان الاغمق بيحول الهالات السوداء دي لازرق.
وبالنسبه لاثار حب الشباب او حب الشباب، لو حب الشباب لسه نشط طبعا ما احبش خالص ان حد يحط عليه فاونديشن، احنا نبتدي نعالجه الاول وبعد كده نشتغل عليه. انما لو عندي مناسبه او حاجه طارئه خلاص انا مضطره ان انا اعمل كده، بنوزع طبقه فاونديشن الاول وبعد كده بنبتدي نحط يعني مصحح، في حاجه اسمها مصحح للميك اب، بنحطه بس على السبوتس اللي باينه وبعد كده بنحط اللوس باودر بتاعنا، فبنلاقي ان الحاجات دي اختفت. نفس الطريقه مع اثار حب الشباب، يعني ما فيش حبوب بس في مثلا ندبة أو بقعة. تمام، دي بتبقى أسهل شوية من حب الشباب النشط، بالعكس يعني دي بتبقى إن احنا نداريها أسهل. تمام. طب أميرة، البنات بقى اللي بيحبوا الميك اب قوي لازم الميك اب يعني روتيني في حياتهم يوميا لازم يحط ميك اب، من الحاجات اللي بيحبوها قوي موضوع تركيب الرموش، تقريبا بيركبوا رموش كل يوم، وطبعا عارفين ان الموضوع بس مش بس صعب في تركيب الرموش اليومي، كمان هو بيأثر على الرموش الطبيعية اللي موجودة عندنا في عينينا. يا ترى دلوقتي في طريقة ان احنا نركب بيها رموش ثابتة؟ طبعا في طريقه، في كذا طريقه، في رموش ثابته اللي هي بتبقى القطعه الواحده دي، اغلبيه الناس بتستخدمها في المناسبات لان هي طريقه سهله شويه وسهل ان اي حد يقدر يستخدمها يعني بسهوله وما بتاخدش وقت طويل، يعني انا لو عندي حاجه سريعه بسرعه هيبقى اسهل لي ان انا اركبها. بس طبعا في حاجه تانية والناس كتيره قوي ابتدت تروح لها في الوقت الحالي، اللي هي رموش الواحده بواحده اللي هي بتبقى شكلها شكل الرموش بتاعتنا الطبيعيه. تمام. وبنبتدي نحطها بطريقه معينه في وسط الرموش بحيث ان احنا نداري الفراغات الموجوده جوه الرموش، وبيبتدي شكل الرمش بيبقى شكله طبيعي اكتر من الرموش اللي هي القطع الواحده زي ما احنا شايفينها في الصوره هنا. هي دي اللي هي الوان باي وان او الرمش برمش زي ما احنا بنقول، هي بتبقى عباره عن كذا رمش مع بعض كده، بنشوف الاماكن اللي فيها فراغات وبنبتدي نكملها بالاطوال المناسبه، يعني قدام الطول بيبقى اقصر شويه من ورا، لو احنا عايزين كيرف مثلا او العين ضيقه شويه عايزين نوسعها بنبتدي نعلي. ديت اللي هي القطع الواحده اللي كنا لسه بنقول عليها، دي بتبقى في المناسبات بتبقى حاجه سريعه، لو انا مثلا ما بحبش، في ناس بتقولك ما بحبش تقل على عيني، ما بحبش افضل بحاجه فتره طويله، في ناس عندها فوبيا من الموضوع ده، ده بيبقى بالنسبه لها اللي هي القطعه الواحده اسهل بكتير قوي وبتبقى سهله كمان في ان هي تشيلها. الناس بقى اللي هي عاده بتستخدم الميك اب كل يوم بتحب ان شكل عينيها يبقى بارز، في ناس ما بتحبش مثلا تحط فاونديشن كتير، وزي ما احنا شايفين برضو في الصوره ده الفرق ما بين افتر وبيفور. حلو جدا. من تحت احنا بنحط ماسكارا كويس ومن فوق بنبتدي يعني نملى الفراغات زي ما احنا شايفين، بتدي كثافه وبتبان ان شكلها طبيعي جدا، ما فيش حاجه ارتفيشال او في حاجه زياده محطوطه في العين. وفي نفس الوقت بقى نصيحه، اي بنت هي حاطه الرموش اللي هي 1 باي 1 زهقتي منها اتضايقتي منها عايزه تشيليها، يا اما ترجعي لنا علشان نشيلها لك، يا اما لو هتشيليها بنبتدي نجيب الكوتون بادز اللي هي المدوره دي وبنحط فيها زي كمادات ميه سخنه بنحطها على العين عشان اللزق يبتدي يسيح ما تشدهاش. تمام. عشان لو شدتيها ممكن تاثري على رمش يكون جنبها، انت مش شايفاهم بطريقه دقيقه قوي بحيث ان انت تقدري تفرقي ما بين الرمش المحطوط ما بين رمشك الطبيعي. هي اساسا بتستمر قد ايه؟ يعني بتقعد معانا من اسبوع ل 10 ايام، في حاجات بتقعد فتره اطول، بس الطبيعي ان الرموش ليها دوره حياه زي اي شعر في جسمنا. تمام. فبتقع في وقت من الاوقات، فاحنا بنبقى حاطينها يعني سندين الرمش ده على رمش جنبه، فممكن لما بيقع بيدي فراغ بيبقى شكله مش حلو لما بتقعد فتره طويله قوي، انما احنا في السيف سايد بالنسبه للاسبوع وال 10 ايام احنا بنتكلم في ان مفيش رموش هتقع، فهي فتره مناسبه وتعتبر طويله احسن كتير من ان انا اركب رموش كل يوم. اكيد طبعا. من الحاجات اللي بتاثر في شكلنا جدا 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 موضوع الحواجب. ناس كتير يعني بتحب ترسم حواجبها، بس فكرة برضو ان انا ارسمها كل يوم وان انا مش كل يوم هعرف اضبط الرسمة، في دلوقتي حل ان انا اضبط رسمة معينة للحاجب وتفضل مستمرة معايا فترة طويلة؟ اكيد طبعا. هو يمكن احنا من السنة اللي فاتت كان موضوع التاتو منتشر قوي، واضح جدا معانا بقاله فترة ان التاتو بيغير من شكل الحواجب، بالذات ان كان السنين اللي فاتت ظهرت كذا موضه ورا بعض ان الحواجب رفيعه قوي، الحواجب الجابانيز اللي بنقص نصها، ففي ناس كتير جدا لعبت في حواجبها. تمام. فكره ان احنا نرجعها لطبيعتها تاني بتاخد وقت كبير قوي ومجهود، وما بقاش شكل القلم او اللي هي الحواجب المرسومه خط واحد بقى موضه قوي. نفس الفكره في الشعرايه بشعرايه، هو دوت الحاجه الجديده او الحواجب ال3 دي زي ما بنقول عليها، دي بتدي شكل طبيعي قوي للحواجب،
بنرسمها على شكل الحواجب الاصليه، ما بنضطرش ان احنا نغير الشكل خالص. كل اللي بنعمله ان احنا بنملى الفراغات بتاعه شكل الحاجب الطبيعي، ممكن نطول سنه، ممكن نعرض سنه، حاجات بسيطه بتبقى في ايدينا بحيث ان الشكل يبقى شكله احسن وتبان الطبيعه. عامه احنا كل مدى يا بوسي احنا بنرجع للطبيعه اكتر. يعني فكره ان موضه السنه دي، هو الموضه ان احنا نرجع للطبيعه، سواء في شكل رموش، في الميك اب، ان الدنيا تبقى هاديه، ان ما فيش الوان صارخه كتير، الحواجب رجعت شكلها طبيعي تاني. فهو العوده للطبيعه نوعا ما، شكلنا حلو بس طبيعي، بس شكل طبيعي تمام، ما بقاش فيه صيحات صارخه قوي زي السنين اللي فاتت. تمام. اميره، كمان من الحاجات اللي بتاثر قوي على شكلنا شكل ايدينا وضوافرنا، ومش كل الناس بتقدر الحقيقه تعتني بايديها، وخصوصا الضوافر اللي كل شويه تتقطم وتتكسر وحاجات كتيره. دلوقتي البنات بقى تنصحيهم بايه عشان يحافظوا على شكل ضوافرهم ويعتنوا بايديهم؟ هي قصه مش في قصه ان احنا نعتني بس، هي قصه برضو في ان الاعتناء بالغذاء بقى مش زي الاول. تمام. الكالسيوم قل جدا في الجسم، ما بناكلش كويس، الفاست فود دايما موجود في اكلنا، فنحاول على قد ما نقدر لو مش هتاكلي اكل صحي وكويس ان احنا نعوض الجسم بالزنك والكالسيوم، الحاجات اللي احنا بنحتاجها علشان الضوافر يبقى شكلها احسن. دي اول حاجه. تاني حاجه، الميه ضروريه لاي حاجه في جسمنا، هتكلم على الشعر، هتكلم على البشره، هتكلم على الضوافر، كل حاجه الميه بالنسبه لها مهمه قوي. مش عشان في الشتاء ننسى نشرب ميه، نحاول على قد ما نقدر الميه نكمل جسمنا بيها. في الشتاء حاجه معروفه قوي وبقالها فتره الناس بتعملها، اللي هو البارافين. البارافين دوت ده بيبقى زي ماسك الشمع للايدين والرجلين، بنعمل ماسك دوت بيعمل موسترايزنج، بيرطب الجلد قوي، بيخلي الجلد يرجع لطبيعه جلد الاطفال شويه. بيبقى شكله حلو. لو انت بتحبي شكل ضوافرك، وما اعتقدش ان في بنت دلوقتي ما بتربيش ضوافرها، حاولي ما تطولهاش قوي، لان كل ما تطوليها هتلاقي ان اللي اعتني بيها بقى اصعب، وان احنا نحافظ عليها فتره اطول بتقل معانا. فنحاول ان احنا نخلي طولها مناسب، وفي نفس الوقت نعمل الحاجات اللي انا قلت عليها. تمام. اكتر حاجه بقى البنات بيعانوا منها، وخصوصا الحقيقه في فصل الشتاء، مشكله تساقط الشعر. يعني بنبتدي المشكله بتبقى في البدايه، وبعدين بتزيد 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 لغايه ما بنوصل لمرحله ما بنقدرش نعالجها. بس احنا عايزينك اميره تقول لنا ازاي البنات بقى يتجنبوا يعتنوا بشعرهم فيتجنبوا المرحله الاصعب من تساقط الشعر. تمام. هي عامه اكتر مشكله بتقابلني دايما في جرين، واغلب الناس اللي بتيجي عندنا بتيجي بتتكلم في نقطه ان هي ما بتاخدش بالها بسرعه ان شعرها فيه مشكله. تمام. يعني وقت طويل قوي عشان نحس ان احنا ابتدى يبقى عندنا مشكله. في الوقت ده احنا بنفقد حاجات كتير، الشعر بيبتدي يتقصف، بيتساقط، بيبقى فيه هيشان، ما بنخليش بالنا منه. حاجات كتير بتحصل ورا بعض، ومره واحده انا عندي مشكله في شعري. تمام. اوكي. في حاجتين زي ما انا قلت بوسي قبل كده، في علاج داخلي وفي علاج خارجي. طبعا. بالنسبه للعلاج الداخلي لازم نعتني بالبصيله، هنعتني بيها برضو عن طريق الغذاء الكويس، عن طريق شرب الميه، وبيبقى فيه فيتامينز عباره عن حقن او عباره عن تابلتس، يعني برشام بتتاخد، بيبقوا كورس على بعضه كده بنعمله، بحيث ان احنا نعتني بالبصيله عشان نخلي بالنا من الشعريه اللي طالعه. تمام. ده بالنسبه للداخلي. الخارجي بقى كل المشاكل اللي انا قلت عليها، سواء تقصف، هيشان، تساقط، الحاجات دي بنحلها بالبروتكس. هو بالنسبه لي امن طريقه، وتقريبا بقى لنا اكتر من سنه شغالين بيها، والحمد لله ما كانش بيجي منها مشاكل خالص، بالعكس. تمام. الناس ما كانتش بتهتم بالجزء بتاع العلاج قوي، كل المشكله في المنظر. بروتكس الميزه اللي فيه ان هو بيعتني بالاثنين في نفس الوقت، يعني هو بيديكي علاج بنسبه 100% من المشاكل اللي عندك، وزائد في نفس الوقت بندي نسبه فرد مرضيه جدا، اللي هي من 70 ل 90، which is احنا بنتكلم في ان الشعر تقريبا كل مشاكله اتحلت. أميرة، احنا شفنا التقرير وشفنا ازاي عالجتوا الشعر بالبروتكس، وكانت سلمى يعني طفلة لسه صغيرة، يعني بمعنى كان البروتكس مادة أمينة جدا. كان قبل كده البنات أو السيدات أو حتى الأطفال بيلجأوا لفكرة إنه يحلوا مشاكل الشعر هي شيئا تقصف بالكرياتين، واتضح إن هي مادة يعني خطيرة وبتسبب أمراض كتير. عايزين بقى تقولي لنا ليه البروتكس يعتبر مادة أمينة؟ تمام. هو بس المشكله اللي حصلت السنين اللي فاتت ان الكرياتين كان عامل طفره نوعا ما، ان الناس ابتدت تحل مشكله شعري هايش ومقصف ومكسر، ففجاه شعري بقى ناعم. ما ابتدوش ياخدوا بالهم غير على المدى الطويل شويه، ان هو بيسبب تساقط بشكل فظيع، بيعمل امراض لا قدر الله مش كويسه، بيأثر على حاجات كتير جدا في الجسم. بس بعد ما عملناه مره واثنين وثلاثه واربعه، وخليني اقول لك يا بوسي ان لسه في ناس عندها كونسبت ان هي تعمله عشان قدر رخيص، ده بيقعد كتير، اصل الشعر بيبقى مفرود قوي.
مش مبرر خالص انك تطرحي عشان احل المشكله دلوقتي، ايه اللي هيحصل بعد كده ساعتها؟ تمام، هي دايما الناس بتبص تحت رجليها بس ما بتبصش لقدام. صحيح. وما كانش في التوعيه الكامله برضو لفكره ان ده ليه اضرار وليه مشاكل وحاجات زي كده. تمام. بالنسبه للبروتكس هو امن لان احنا شلنا الماده اللي هي الفورمالين، هي الماده الغلط في الكرياتين او في البروتين او اي ماده من المواد بتاعه الفرد هي ماده الفورمالين. الماده دي طول ما هي مش موجوده ما فيش مشكله خالص ان انت تعمليها. هو البروتكس عبارة عن بروتين علاجي ومادة بوتوكس، وبالنسبة للمادتين هم فهمش فورمالين خالص. البروتين العلاجي هو بيعالج بنسبة 100% سواء تقصيف أو هيشان، ملهوش أي أضرار خالص، مفهوش فورمالين. والبوتوكس برضو نفس الفكرة، هو واخد اسمه من البوتوكس بتاع الفيس يعني، لأن هو نفس الكونسبت أو نفس الطريقة بتاعة الشغل، إن هو بيشد بس التجاعيد. ونفس الفكرة، أي تجاعيدة في الشعر هو بيشدها من غير فورمالين، وما بنحتاجش خالص إن احنا نستخدم أي مادة فيها فورمالين. طب العلاج بالبروتكس يا أميرة بيستمر قد إيه؟ هو بيقعد معانا لحد ما الشعر بيبتدي يطلع. بالنسبه لان احنا كنا بنتكلم ان هو ماده امنه، فبتلاقي ان دوره حياه الشعر ماشي عادي خالص، بيبتدي الشعر يطلع، بتبتدي الروتس او الجذور تطلع بس بطبيعتها القديمه، لان احنا ما بنعالجش من جوه. فلما بتطلع بطبيعتها القديمه بتحس ان في فرق، شعري من فوق مكسر بس من تحت شكله كويس. فبنبتدي نرجع تاني بنحط الماده على الشعر من فوق، ولو كان حصل اي اضرار في الشعر من تحت، نزلنا بيسين بحر، استخدمنا شامبو مش مناسب، بنبتدي نعيد على الاماكن اللي مش مظبوطه مع الجذور من فوق. وبيقعد معاكي يعني بيقعد تقريبا من 8 شهور لسنه عشان تبتدي الجذور تطلع. في مراحل معينه مثلا يعني اللي عالج شعره بالبروتكس بيستمر عليه عشان يضمن نتائج لفتره اكتر؟ أكيد طبعا. أول حاجة لو هي محجبة لازم تبعد خالص عن فكرة إن شعرها يبقى عرقان وترجع من بره وتسيبه زي ما هو كده، لأن من الحاجات المضرة للبروتكس أو عامة أي حاجة على الشعر هي الأملاح، وإحنا طبيعة العرق بتاعنا فيها ملح زي مية البحر بالظبط. في الصيف من المشاكل اللي بتقابلنا مع البروتكس إن هو دايما بيبوظ من البحر من البسين، فلازم بنستخدم زي سبراي كده بروتكتور أو حاجة حماية. تمام. بنغلف بيها الشعر علشان ما يتأثرش بالعوامل الخارجية ديت. لازم بنستخدم شامبو معين، حمامات كريم معينة عشان نقدر نحافظ عليه أطول فترة وما بيتأثرش. تمام. أميرة يعني العروسة بقى، كان زمان العروسة كل بيهمها يوم الفرح، الميك اب، تسريحة الشعر، الطرحة. دلوقتي بقى في يعني عناية خاصة بالعروسة من منبت شعرها لغاية ضفر رجليها تقريبا زي ما بيقولوا. عايزينك بقى تقولي لنا المراحل اللي لازم تمر بيها العروسة لغاية ما تظهر برونق خاص يوم الفرح ويستمر معها بعد الفرح كمان. تمام، هي دي الفكرة بقى، ان هو المشكلة مش يوم الفرح بس. العروسة بتبتدي حياة جديدة مع شخص جديد، بتخش عيلة جديدة، فلازم تظهر قدامهم في احسن مظهر عشان ما يبقاش عليها ده لود بعد الفرح. انا حماتي جايه تزورني فلازم شعري يبقى كويس، انا اخت جوزي هتيجي تتغدى النهارده فلازم ضوافري وشكلي يبقى كويس، انا عروسه، كل ده بيبقى لود بعد كده بتبتدي تكتشفه بعد ما الفرح بيخلص. ففي ناس كتير قوي بصراحه عشان ما بقاش كدابه ابتدت تاخد بالها من النقطه دي، ان يعني الجواز مش عباره عن يوم الفرح وتجهيزاته بس، لا بيبقى في تجهيزات قبليها عشان نقعد فتره بعديها معتنيين بشكلنا بالمنظر. تمام. ده لو هنبتدي من اول الشعر، طبعا البروتكس ده بيبقى اساسي لاي عروسه، مش هتبقى محتاج تعمل سشوار وبيبي ليس كل شويه، مش هتحتاج ان هي تخلي بالها من شعرها، هتصحى من النوم شكلها كويس، مش هتحتاج ان هي تصحى بدري شويه عشان تجهز نفسها. طبعا التاتو برضو عمل طفره كبيره قوي في الناس اللي بتحب تحط ميك اب او خلاص خدوا على شكلها بالميك اب. لو احنا عملنا حواجبنا، عملت اي لاينر، عملت مثلا ليب لاينر للشفايف، بتلاقي ان الشكل كانك حاطه ميك اب، كانك صاحيه من النوم حاطه ميك اب. عشان كده النوع ده من التاتو سموه البيرمننت ميك اب او الميك اب المؤقت. تمام. اللي هو احنا موجودين على طول، انا صاحيه من النوم شكلي كاني حاطه ميك اب، بيفرق جدا في الشكل بالذات البنات اللي متعوده ترسم حواجبها، تحس ان شكلها غريب وهو مش مرسوم. صحيح. اي بنت بتعمل حمام مغربي نو واي، مستحيل ان هي ما تتعودش عليه، لان الفرق ما بين الجسم قبل الحمام المغربي وبعديه بيفرق كتير جدا، لانك بتشيلي طبقات جلد ميت من على الجلد، فبتلاقي ان جسمك نفسه اول طبقه اللي انت بتلمسيها بتفرق جدا في ملمسها عن قبل الحمام المغربي. حمام مغربي بيساعد على فكره على ان هو ينزل في الدهون بتاعه الجسم، لانك بتعرضي لبخار، بنبتدي نطلع السموم الزياده اللي في الجسم بتطلع مننا على شكل عرق، بتلاقي ان الجلد شكله بقى احسن بكتير، انعم. لازم نحافظ على بعد كده مواد مرطبه، لازم يبقى لك كريم معين بتستخدميه، موسترايزنج بتستخدميه لجسمك، العنايه بالضوافر برده مهمه.
فتقريبا زي ما حضرتك قلتي كده من منبت الشعر لحد اوفر طبعا. الرجل لازم تخلي بالها من الحاجات دي. أميرة احنا اتبسطنا جدا جدا بوجودك معنا واستفدنا جدا، واكيد هيبقى في فقرات تانية هنتكلم فيها عن كل اللي يخص الجمال والتجميل، لكن للاسف وقت فقرتنا دلوقتي انتهى. بشكرك شكرا جزيلا أميرة مصطفى خبيره التجميل ببيوتي سنتر جرين، بشكرك مره تانية أميرة. لا افتح طبعا. مشاهدينا الكرام فقرتنا الطبيه انتهت، وانتهت معاها اكيد ده فقرات صباحك عندنا. بنتمنى لحضراتكم يوم سعيد وموفق.